مبروك. شو قال أكشاي؟ مبروك. كل اللي بخطط له بيتنفذ. هذا كان وعدي أبرجيتا. حتى أكشاي وافق إنهم يتزوجوا بهالسرعة. ورجيني قوتك، كيف رح تقدري تمنعي هالعرس إنه يصير بعد هلا؟ بكفي بنتي، عن جد أنا مليت كتير من الكذب تبعهم. هلا إجا الوقت كرمال تتقبل الحقيقة. هذا المكان ما تغير، وأنا ما تغيرت، وموهيني ما تغيرت. هي يلي بلشت بها الحرب، بس أنا يلي بنهيها. يلي عطاك حق تاخد قرار بخص بنتي؟ كيف بتحدد موعد العرس بدون ما تسألني؟ قول كيف ماما بتعملها؟ بابا ما عمل هالشي من حاله. أنا يلي قلت بدي هالشي هاد، وخلال فترة قصيرة. فهميني ليش غيرتي رأيك؟ ما كان لازم تناقشيني قبل؟ ماما، فير هو مسافر برا البلد هالفترة. أنا شو بدي ضل عم بعمل؟ ومشان جامعتي وقتها بكمل دراسة برا البلد. مرق يومين من العشرة أيام، يعني هلأ البقيان 8. بعدها رح تصيري حماية الشاب بجنن مثل فير. يلا جهزي لي حالي. ناقشنا نحن بهي القصة. إذا ماما بدها يعني استنى فير ليرجع من السفر، رح استنى. شو صار تشافي؟ مين يلي لعب بعقلك؟ يلا احكي لي شو قالوا لك؟ شو يلي غير لك قرارك؟ قولي تشافي. أبرجيتا، بكفي تعملي لنا مشاكل. تشافي واعي، ما أنا طفلة بنوب. مو أنت كان بدك هيك؟ تشافي مستقلة وقوية كمان، كنتي بدك إياها تاخد قرارها بنفسها. ليك هلا تشافي هي اللي اخذت القرار، شو مشكلتك؟ ما عم بفهم عليك. ايه بس اخذت قرارها بدون ما تخبرني حتى. ليش ما عم تفهمني؟ في حدا غير لها رايها، في حدا حاول ياثر على قرارها. هذا يلي صار اتفاق ما له مزحه ليزوجوهم بسرعه. انت ابو البنت، لازم تفهم منها. شو صار؟ شو صار لغيرتي رايك؟ قولي مين غير رايك؟ قولي تشافي،
تشافي قولي. ما حدا، بس أنا كنت خايفة. إيه أنا كنت خايفة إني أخسر فير مثل ما خسرت وجود أبي كل هالعمر يلي مرق أمي. خفت من فكرة إذا ضلينا بعاد عن بعض سنة كاملة فير يمكن يبعد عني بسبب المسافة وما عاد نجتمع أبداً. أنا خفت يتركني، أو بسبب البعد يحب بنت تانية مثل ما عمل بابا معي. لأنه جربت وجع خسارة الأب. لهيك ما بتحمل خسارة تانية بحياتي بنوب مو قدراني. شو بعمل إذا فير سافر وما عاد رجع مرة تانية؟ أكيد مو معقول هالشي. ما بس ليه سافر مظبوط؟ آسفة ماما، ما كان بدي أحكي كل هالحكي، بس بدي حاكيك لحالنا على انفراد. معقول لقيت هالمرة كمان شي طريقة تانية تلغي فيها عرسي أنا وتشافي؟ بعدي مهيني. قلتلك بعدي، إما لتشافي بدها تحكي مع أبوها على انفراد. وما بيخصك بنوب. بعدي عن وشي.